هل ترى عيناك زهرة صفراء؟ كيف تمت عملية رؤيتك للزهرة الصفراء؟ حدث ذلك على مراحل متتالية. الحزمة الضوئية التي صدرت عن الزهرة الصفراء عبرت من خلال قزحية عينك لتنعكس على الشبكية مؤخرة العين، ثم تحول الضوء الذي نقلته الخلايا العصبية إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى نقطة صغيرة جدا تقع في مؤخرة المخ يطلق عليها مركز الإبصار. يستقبل مركز الإبصار هذه الإشارات الكهربائية ويحولها بعد عدة عمليات إلى صورة كاملة، أي أن عملية الرؤية تمت في هذه البقعة شديدة الصغر الموجودة في مؤخرة المخ، وهي بقعة مظلمة جدا لا ترى النور أبداً.